استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بالقصر الجمهوري بالقبة وفود الأدباء العرب في مؤتمرهم الثالث الذي عقد بالقاهرة. قدم السيد يوسف السباعي سكرتير المؤتمر رؤساء الوفود والأعضاء إلى السيد الرئيس وصافحهم سيادته. في بهو القصر استقبل الأدباء الرئيس بالهتاف والتصفيق، وتحدث الرئيس إلى الأدباء فقال: إن الشعوب العربية تنظر إليكم على أنكم عامل أساسي من عوامل القومية العربية، فنحن في حاجة إلى الوحدة الفكرية لتدعيم القومية العربية، كما أن التحرر الفكري ضروري لنا في مجال الحرب الباردة التي تستعمل كل الأسلحة، والأدب والفكر سلاحان أساسيان في هذه الحرب، فعليكم واجب أساسي في إقامة أدب عربي متحرر متقلب.